طيب نروح لأخبار نادي الزمالك، وعايزين نرد على مرتضى منصور في الفيديو اللي عمله من شوية. طبعا الفيديو اللي عمله من شوية انهال سب وشتم في الناس، وقعد يتكلم على ابو سنيده وشتمني وشتم الاستاذ ابو المعاطي زكي، وشتم كالعاده كل اللي بيشتمهم في كل مره، وقضايا وبلاغ. يا عم ما انت عامل قضيه بتاعت ابو سنيده وبتقول المخابرات بتحقق والناس بتحقق، طب ما تسيب التحقيقات تاخد مجراها يا اخي. يا اخي وجعت قلبنا والله، والله العظيم يا اخي وجعت قلب الناس كلها مش قلبنا احنا بس. خد نفسك يا اخي، ابو سنيدة ايه ومخابرات ايه عيب؟ طب ما انت لو مؤمن بالقضاء طب ما تسكت، لو مؤمن بجهات الدولة ما تستنى التحقيقات اذا كان في تحقيقات اصلا. انت وصل بك الدرجة انك انت بتاخد الناس في حتة في فيديوهاتك، وبعت لنا بلطجية عند البيت وانا انفردت معاكم بالبلاغات والقضايا اللي انا رفعتها عليها. هو في كده في الدنيا يا جماعة؟ النهاردة اكتر من 20-50 بلاغ رافعهم في اكتر من 50 جهة على البلطجي اللي جه، والناس اللي جم تحت البيت على كان يجمعوا بيانات ولا يعملوا كارت ارهاب، يفكرونا ان احنا عيال فرافير عن خاف ولا عن كش ولا عن قول. ياما تبعت لي ناس عند البيت انا اعمل ايه؟ طب ما احنا عايز الراجل يجي يلمسنا، لان احنا متمسكين بالقانون وهنعرف ناخد حقنا ازاي بالقانون. نفس الوضع طالع في الفيديو، منتهى الإسفاف ومنتهى التجاوز وسب ومش عارف ايه. انت خدت لك 3-4 ايام في رامز، وبعد كده رحت فشلت في موضوع رامز. تعال محمد اتصلنا بالاستاذ علاء حمام. خدت لك 4 ايام في موضوع رامز، ولما فشلت في موضوع رامز ولا مؤاخذه يعني خدت على قفاك في الموضوع ده، قلت اخش في حاجه تانيه. يا عم انت معروف انت عايز تاخد الناس بعيد عن نادي الزمالك علشان انت مفلس ومش لاقي مرتبات الناس، وزي ما قلت النهارده قال للموظفين اجازه بدون مرتب عكس توجهات الدوله، وابقى على المديرين بنص مرتبات. ابقى على الموظفين بنص مرتبات، كلموا على التليفون العادي يا محمد. وابقى على الموظفين بنص مرتبات. هتجيب لك الرقم ادهم. وهيفضل هو وشوية متخلفين. والله العظيم أقسم بالله إني أنا لي 10 أيام يوميا بالخمس ساعات في المستشفى لازقة في نادي الزمالك. في المستشفى لازقة في نادي الزمالك. أنا بيننا وبين كل الناس يعني كل الاحترام والتقدير، التطاول من مرتضى والتجاوز من مرتضى والبلطجة من مرتضى، ومفيش حد في الدنيا تختلف معاه يبقى عايز ينتقم بهذا الشكل وهذا السواد اللي في القلب. طالع في الفيديو يشتم ومنتهى التجاوز ومنتهى عدم الاحترام ومنتهى عدم يعني مش عارف يعني بصراحة يعني من وراء هذا الرجل ومن يحمي هذا الرجل مش عارف. استاذ علاء حمام سلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحيات لحضرتك ولحضرات السادة المشاهدين. نفتح معك ملف نادي الزمالك، تبدأ من الفيديو اللي عمله مرتضى الرد عليه ولا هتبدأ من حاجة تانية؟ هرد طبعا على رئيس الزمالك وهكشف فضيحة هو بيقودها ومخطط كارثي هو بيسعى لتنفيذه. اول حاجه رئيس نادي الزمالك عمل فيديو قاعد يقول اللي هو احمد سليمان جبت فلوسك منين، وهو كل ما يعمل فيديو يختار شخصيه يقعد يقول لها انت جبت فلوسك منين جبت فلوسك منين. مفيش اي مشكله خالص، طب ما تبتدي انت بنفسك وتقول لنا فلوسك انت جبتها منين. يعني انت رئيس نادي الزمالك خرج مرارا وتكرارا وقال ان هو كان من اسره متوسطه، وقال ان هو كان والده راجل شغال في وزاره الداخليه وهو كافح وبنى نفسه، ما يقول لنا فلوسه وثرواته اللي عنده هو كونها ازاي. ما يتكلم عن نفسه هو نائب برلمان ورئيس نادي، ما يطلع يقول الفلوس جت منين وبدات رحلتها ازاي. هو كل ما يطلع يتكلم عن شخصيه عامه يقعد يقول له فلوسك فلوسك فلوسك. طب ما تقول لنا انت الاول جبت فلوسك منين، اعرض للراي العام. انت راجل نائب في البرلمان ورئيس نادي، وضح للراي العام انت جبت فلوسك وملايينك اللي عندك منين انت واسرتك، وبعد كده اسال الناس قول لهم انتوا جبتوا فلوسكم منين. دي نقطه. صح. نقطه ثانيه، هو كذب وقال لك كهربا جالي بشبشب. انت كذاب. كهربا كان راجع من سويسرا وكان بيلعب في نادي سويسري، ما جالكش بشبشب. ده انت قعدت تتحايل على احمد يحيى، تتحايل عليه بدل المره 1000 عشان اجيب لك كهربا.
كمان هو اتكلم على طليقة كهرباء انه اداها فلوس، هل هو كان معاه تفويض عشان يديها فلوس؟ طبعا ما كانش معاه تفويض. فطبعا ما ينفعش ان هو يطلع فلوس بدون تفويض. ودي علاء خمس شهور بيتكلم في ابو سنيده وقضيه تخابر والبلاغ من عند نائب العام، بقاله خمس شهور بيتكلم. انا بساله سؤال، قضيه تخابر ايه دي اللي تقعد فيها التحيات خمس شهور؟ عايز يطلع يجاوبني، هو مش محامي؟ بقاله خمس شهور بيتكلم في قضيه ابو سنيده والتخابر ومندوب عباس واحمد سليمان وعبد الناصر زيدان وابو المعاطي والقضيه والتخابر، قضيه ايه التخابر دي بقالها خمس شهور؟ انا عايز رئيس الزمالك يطلع يجاوبني. ولا ده بلاغ انت قدمته للنائب العام وعمال بقى تلت وتعجن فيه وخلاص؟ هو في عايزين في قضيه تخابر بقالها خمس شهور كل يوم يطلع يتكلم فيها ولا بيقول فيها جديد ولا حد اتقبض عليه ولا اي حاجه؟ هي ايه؟ عامل شو؟ بتعمل شو للاعلام؟ فدي اسئله انا بطرحها له، عايز يجاوبني عليها، عايز يطلع يجاوبني عليها، يقول لي قضيه ايه اللي بقى لها خمس شهور دي؟ يطلع يقول لي بقى له خمس شهور يتكلم فيها. طيب سامعني كده يا استاذ علاء؟ سامعك يا استاذ. طيب خلينا نقف عند حته معينه ونتكلم عن موضوع كهرباء. واحنا فجرنا مفاجأة نحتاج انك تذكرها للرأي العام مرة تانية، لما احنا قلنا ان الازمة اللي هتواجه مرتضى وهيطلع يتكلم كلام لا اساس له من الصحة، ان الفيفا فاجأ الدنيا كلها وارسل خطاب قال له يا حبيبي امك في القش ولا طارت، اللي دفعت طريقة كهرباء ولا لام كهرباء ولا لابو كهرباء، انت مش شؤون اجتماعية، ابعت لنا التفويض الرسمي اللي اداهولك كهربا على كان خاطر تتعامل بيه مع ازمه شخصيه خاصه بكهربا. طبعا مع احترام لاسره كهربا واموره الشخصيه، هذا الخطاب الذي وصل للفيزا اربك كل حسابات مرتضى منصور. تمام. اشرح لنا الموضوع ده تاني لو سمحت. احنا هنتكلم في موضوع كهربا مجملا. موضوع كهربا رئيس نادي الزمالك اولا بيخضع راي العام. رئيس الزمالك بيخرج يتكلم على قضية كهرباء في ركن واحد وهي كذا ركن. بيطلع يتكلم على العقد، يقول لك احنا وثقنا العقد في وقته. ومعانا دليل كلام الأستاذ وليد العطار مدير التنفيذي لاتحاد الكورة، كلام المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة السابق، كلام الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة السابق، هو بيتكلم في توثيق العقد. لا بيتكلم إن هو ما دفعش مستحقات كهرباء في وقتها بانتظام، ما بيقولش إن هو اتأخر في دفع المستحقات أكثر من ثلاث دفعات وأكثر من ثلاث شهور، ما بيتكلمش في إهاناته اللي أهان فيها كهرباء وتطاول عليه أمام الرأي العام كله في الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة، ما بيتكلمش في مسألة إن هو ما معهوش تفويض إن هو يدفع فلوس من مستحقات كهرباء لأي شخص مهما كان، ما معهوش تفويض إنه يعمل كده، فرئيس نادي الزمالك بيخدع الرأي العام. رئيس نادي الزمالك لما بعت للمحامي الإيطالي اللي هو تولى القضيه، واحنا لما كنا اتكلمنا مع بعض قلنا ساعتها ان الزمالك بيبحث عن محامي. ولما نجح في التواصل مع محامي ايطالي بعت له المستندات كامله. بعتها له ليه كامله؟ خاف للراجل يغضب لو خدعوه وحجبوا عنه اي مستندات فيسيب القضيه، فبعتوا له كل حاجه. فلما بعتوا له كل حاجه الراجل لما درسها قال لهم بالراحه كده كهرباء لن يتم ايقافه. رئيس الزمالك بيفش غله كل يوم اللي يطلع يشتم كهربا لان كهربا كارته وعلم عليه وانتصر عليه في الفيفا. كهربا انتصر عليه، كهربا بعت 232 ورقه كلها مستندات ضد رئيس الزمالك، بعت فلاشه وسيديهات لتطاول رئيس نادي الزمالك عليه للمحكمه الرياضيه ولجنه الاخلاق والقيم. رئيس نادي الزمالك ما بعتش غير كلام عن العقد، لم يذكر هو سدد مستحقات كهربا ولا ما سددهاش، لم يذكر هو معاه تفويض لدفع فلوس كهربا لطليقته او لشقيقه او لاخوه او لابوه او لامه او لاي حد. رئيس نادي الزمالك اتهزم في الفيفا وزاره كهربا، كهربا هزمه في الفيفا. طب يطلع يقعد يشتم في اللاعب ويعيب في اللاعب ويقدر طبعا الناس موجودين في وسائل الاعلام خاصه على قناه الزمالك يطلعوا يشتموا في اللاعب كنوع من فش الغل. هو بيحاول يفش غله لكن هو اتهزم، كهربا هزمه. وقعوا على الارض، جابوا لمسه اكتاف في الفيزا. فرئيس الزمالك بيخدع الناس، ما بيقولش الحقيقه.
بيتكلم في جزء واحد بتاع العقد، ما بيتكلمش في بقيه المشكله. هو نادي الزمالك ده ما شتمش كهربا في مباريات، ما تطولش عليه، ما اشتبكش معاه في النادي، ما بيطلعش يتكلم عن الموضوع ده، رغم ان البيبه سالته فيه. البيبه سالته على الاهانات، قالت له هل تم التجاوز من قبل الاداره ضد اللاعب؟ رئيس النادي قال لك ما ردش. ما قالش تم ولا ما تمش. ما اتكلمش في المساله دي خالص. البيبا سالت رئيس نادي الزمالك، قالت له اللاعب لم يحصل على حقوقه حسب بنود العقد، ما ردش برضه. ما ردش على البيبا. ما قالهاش ان انا سددت الفلوس حسب بنود العقد، لا ما بيردش. يطلع بس يطول لسانه ويشتم في كهربا. يا عم رد بالبيبا. انت مش عمال مصدعنا وانا اشهر محامي في مصر وانا اصغر مؤلف قانون وانا اللي عملت القانون. يا عم رد على البيبا. هي ثاني ولا مستندات؟ ما بيردش على البيبا، بيطلع يطول لسانه وخلاص. البيبا قالت له اللاعب لم يحصل على حقوقه الماليه حسب نصوص العقد، ما ردش عليهم. قالوا له اللاعب تعرض لاهانات من قبل مسؤول النادي والاداره، ما ردش عليهم. يا حلاوه. في الاخر انت عامل لك البيبا وازاي وخرج حكم ازاي ويقول لي يا وكيل النقاد انت جبت الحكم منين؟ يا حبيبي انت ما بتقدمش مستندات اصلا. انت ما بتقدمش مستندات. ده راجل بيطلع يعمل شو؟ راجل بيطلع يطول لسانه ويعمل تجريح اوانطه، راجل فارغ فاضي ما بيقدمش مستندات تثبت حقوق النادي للبيبا، عشان كده بيخسر القضايا بتاعته، وبعد ما بيخسرها بيروح يتحايل على الناس علشان يجدول الفلوس اللي عليه والغرامات اللي عليه. تمام، الله ينور، على اشكرك على هذا الشرح الوافي. اللي بعده. فطبعا ده موضوع من لما احنا فتحناه واتكلمنا فيه. في موضوع تاني، رئيس نادي الزمالك بيخطط لكارثه. اتفضل. ايه هي الكارثه؟ رئيس نادي الزمالك بيقود حمله الغاء الدوري بحجه انه خايف على اللعيبه وخايف على الاجهزه الفنيه وخايف اي حد يصاب بوباء كورونا. تمام؟ في المقابل ده بيقول لوزير الرياضه افتحلي النادي وهات لي اعضاء عشان اخد منهم اشتراكات. انت بقى كده مش خايف على اعضاء؟ بيقول له وزير الرياضه افتحلي النادي من الساعه 12 الظهر للساعه 5 عشان الاعضاء تيجي واخد منهم الاشتراكات. طب وانت مش خايف الاعضاء دي حد فيهم يكون مصاب يصيب الباقي؟ مش خايف حد يكون عنده الوباء يعدي الباقي؟ يعني انت اهم حاجه عندك تلم الفلوس وما يهمكش مصلحه الناس ولا سلامه الناس. ولما لقيت نفسك خسران الدوري ومش عارف تعمل ايه فيه ومش عارف مركزك هيبقى ايه، قلت الغي الدوري، لكن عايز فلوس وعايز اشتراكات النادي. قلت وزير الرياضه افتح لي النادي وهات لي الاعضاء عشان اخد منهم الفلوس. طب والاعضاء دي لما تدخل النادي يا استاذ عبد الناصر، لو دخل 1000 عضو، انت ضامن 1000 عضو دول سلام؟ مفيش حد فيهم عنده عدوى؟ ده انت مباراة كورة بين فرقتين، الفرقتين كلهم ما يتعدوش على بعض كده 40 لعيب، قول 60 بالجهاز الإداري بالجهاز الفني بتقول لا أنا خايف يحصل وباء، أنا ما أقدرش ألعب الدوري، إزاي الإداريين والمدربين واللعيبة؟ يعني أنت 60 واحد موجودين في الملعب أنت خايف، وعايز تفتح النادي للأعضاء تجيب لي آلاف كل يوم في الأعضاء تدخلهم لي عشان تلم منهم فلوس؟ فطبعا ده تناقض غريب في المواقف. حلوه حلوه، اشكرك على المقارنه دي، لان دلوقتي ايه زي ما احنا قلنا حتى في القضايا لما يجي حكم لصالحه هنا يوجد في القضاء، الحكم مش على مزاجه يتكلم كلام غير مقبول وضد الاحترام وضد المبادئ والقيم. نفس الوضع هو في دماغه ال 120 مليون جنيه عشان ينقذ بيهم اسبوعين ثلاثه، لان هو ديونه واصله نص مليار 500 مليون جنيه، فهو بيتكلم عايز ال 120 مليون، يجوا الاعضاء يموتوا الاعضاء يتعادوا الاعضاء، هذا لا يعني هو عايز يفتح عشان يلحق موسم لم المحصول ولم ال 120 مليون اشتراكات. بس ولا يهمه الاعضاء اقل حاجه، المهم ان هو على مصلحته. يجي بقى على الدوري اللي هو 18 لعيب من كل فرقه على الحكام على عدد قليل، يقول لك لا الوباء والعايه وفي حد ايه؟ في حد غلط حاجه؟ طب واعضاء النادي؟ طب وموظفين النادي؟ طب والناس الموجوده في النادي ما يهمكش في اي حاجه؟ المهم لسه تلم الفلوس على الاشتراكات؟ فطبعا تناقض، بحث عن المصلحه الشخصيه قبل اي شيء. بيخرج يدينا دروس في الوطنيه ودروس في الانتماء، وهو كل تصرفاته عكس الكلام اللي بيقوله. وزي ما بقول لحضرتك اكبر دليل التناقض اللي هو فيه في مساله الغاء الدوري، محرض كل الانديه على الغاء الدوري، وطبعا عندك الجدول بتاع الدوري فيه 8 انديه بتفرع الهبوط، ف
فبتحر على نفسها هتموت وتلغي الدوري. بتحر يعني. وفي رئيس نادي مسلط المدربين ومسلط اللعيبه على السوشيال ميديا، الغوا الدوري حرام عليكم، لان هو فشل وجاب مدرب فاشل جرأه، رجع جاب مدرب افشل منه جرأه اكتر، فبيغر على نفسه فعايز طبعا يخلع ويلغي الدوري. وطبعا بيقود سيمفونيه الغاء الدوري رئيس الزمالك لمصلحته، لمصلحته راجل خايف على الوباء، اللعيبه يجي لها مرض وهم كلهم بالحكام بالناس 60 واحد في الملعب خايف. لكن افتح لي يا وزير رياضه النادي، دخل الاعضاء بالالاف عشان الم 120 مليون جنيه بتوع الاشتراكات، كده انا مش خايف، كده انا كده ما عنديش وباء. الوباء ما بيجيش المهندسين، الوباء ما بيجيش جوه ميت اوروبا عند نادي الزمالك، ما بيجيش الوباء، بيجي بس في الملعب. طبعا تناقض، واحنا بنكشف التناقض. الله ينور. بنكشف ان الناس بتلعب لمصلحتها، ما حدش بيبحث عن المصلحه العامه. الله ينور. فده موضوع طبعا كان لازم نتكلم فيه. في حاجه ثانيه، نجم رئيس النادي خرج اتكلم انه عنده طموح يكون عضو في اتحاد الكوره، لكن انا كان عنده طموح انه يكون ضمن قائمه المهندس انا بوريده، لكن انا جات لي معلومات ان هو الكلف مش هيكون ضمنها ابدا، لان بلغ الناس اللي داخله دلوقتي اتحاد الكوره ان نجم رئيس الزمالك على خلافات كبيره جدا جدا مع لعيبه الزمالك كلهم اللي في المنتخبات. فده طبعا وجوده هيعمل ازمات كبيره جدا مع عناصر اللعبه كلهم، سواء لعيبه، مدربين، حكام، رؤساء انديه، مجالس ادارات، وطبعا ابونا مود كبير جدا للتعامل الايجابي والريحه الرياضيه مع النادي الاهلي. ابوه صراحه كل بقاله سنتين بيخرج يدينا شعر في النادي الاهلي وفي الكابتن محمود الخطيب وفي الروح الرياضيه، فنموذج يحتذى به. فطبعا نموذج ابوه طولة لسانه على الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ وتعامله وتطاوله على مسؤول النادي الاهلي قللت جدا جدا ان ده يكون موجود ضمن اي قائمه محترمه او قائمه عندها رغبه تدخل تخدم الكره المصريه في انتخابات اتحاد الكره المقبله. اللي بعده. عندنا تصريحات الكابتن احمد سليمان اعلن ان هو هيقود انتخابات الزمالك المقبله امام رئيس النادي او اي مرشح اخر. برضه الكابتن احمد سليمان اتكلم ان هو حصل على 17,000 صوت في الانتخابات ومش هيتنازل عن حقوق ان هو نجح في اقناع الجمعيه العموميه هو وقائمته، ونجح من قائمته الاستاذ هاني العتال والدكتور عبد الله جورج رغم ان هم ما دخلوش النادي، ما عملوش دعايه جوه النادي. برضه اتكلم ان المهندس محمد حسن حلمي هو اعظم رئيس نادي الزمالك، هو صاحب فكره البوتيكات في فتره ما كانش في حد خالص بيفكر في دعم الانديه ماليا او توفير موارد ماليه للانديه، فقال لك ده سبق عصره وهو افضل رئيس نادي تولى النادي المهندس محمد حسن حلمي. عندنا تصريح غريب للكابتن فاروق جعفر. الكابتن فاروق جعفر بيخرج كل يوم في قناه الزمالك يشيد رئيس الزمالك ويتكلم عليه كلام جميل وعذب ويقول فيه شيعه. اتسال سؤال واضح، قال له في احد القنوات الفضائيه اتسال قالوا له تدرب الزمالك وجود رئيس النادي الحالي؟ قال لك لا ما دربوش. ما تضربوش ليه يا راجل صاحبك وكل يوم تشكر فيه؟ فطبعا رد غريب من كابتن فاروق جعفر، قال لك لا ما ضربش الزمالك في وجود رئيس النادي الحالي. طب يعني فطبعا ده معناه ان الراجل بيقول كلام في قناه الزمالك هو في الغالب مش مقتنع بيه. تمام. عندنا الدكتور جمال محمد علي لاعب رئيس اتحاد الكوره نفى خالص التقدم لاستقالته. خرجت انباء ان في خلافات داخل اللجنه الخماسيه وان هو قدم استقالته، الراجل قال الكلام ده ما حصلش، انا لم اتقدم استقالتي، انا مكمل، ولو في خلافات ده يبقى شيء صحي احنا بنتناقش في الغرف المغلقه مع بعض. عندنا خبر ثاني مهم، الزمالك قرر الدخول بقوه في صفقه حسام حسن لاعب سموحه، خاصه بعد القرار اللي خرج النهارده من قبل اداره الاهلي ان هم جندوا مساله التفاوض مع حسام حسن، فالزمالك لقى فرصه ان هو يدخل بقوه بهدف الحصول على خدمات اللاعب. تمام. عندنا خبر يخص الكابتن محمد صلاح لاعب ليفربول، النهارده 3 مايو، 3 مايو ده أول مباراة للكابتن محمد صلاح مع نادي المقاولون العرب في الدوري المصري. كانت أمام المنصورة وشارك كبديل وانتهت 1-1. تمام. وكان ساعتها سنه 18 سنة. عندنا الكابتن أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق ولاعب منتخب مصر السابق. قال لك ان هو عنده رغبه ان هو ينزل انتخابات الزمالك في فتره من الفترات وبيطمح ان يكون رئيس الزمالك. حقه. وقال كمان ان من الاخطاء الكبيره جدا انسحاب الزمالك امام الاهلي موسم 98-99 طبعا بسبب الفاول اللي هو عمله مع كابتن ابراهيم حسن وحصل على طرد،
وساعتها الزمالك انسحب، قال لك ده من الاخطاء، ولو اتعادل تاني الامور مش هنكرر خالص مساله الانسحاب. اتحاد الكره النهارده اعلن رسميا ان هو ما تلقاش اي خطاب من اي نادي برفض استهلاك الدوري الممتاز، وقال لك كل اللي بيسمعه بيسمعه في الاعلام. الزمالك النهارده صرح ان هو بلغ طارق حامد وبن شرقي، اشرف بن شرقي المغربي، بالعقوبه اللي تم توقيعها عليهما بسبب مشاركتهم في برنامج رامز جلال. قام رئيس النادي قال لك ان انا هخصم 500,000 جنيه من كل واحد فيهم. تمام. دي كانت مجموعه الاخبار اللي عندها زعب ناصر، وانا ما حضرت اي استفسارات او اي اسئله لحضرات الساده المشاهدين. شكرا جزيلا يا ابو الزغليل، شكرا حبيبي، شكرا. اشكرك. نعم.